سؤال. أنا رجل أحب مجاملة الناس في أفراحهم وأحزانهم، ولكن في بعض الأفراح يكون فيها رقص أو شرب بيرة وغيره، فهل مجرد وجودي في مثل هذا المكان بدون النظر أو الشرب يعتبر خطية أو عقرة؟ طبعا وجودك خطأ ويعتبر عقرة، وما يصحش انك تجامل الناس على حساب مبادئك الروحية. لا يصح انك تجامل الناس على حساب مبادئك الروحية. بيقول خاصة انني قريب من الكهنة واؤدي لهم خدمات معينة. الكتاب بيقول من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحق، ومن احب كذا او كذا او كذا اكثر مني فلا يستحق. انت تحب الناس وتجملهم، لكن في الاماكن اللي فيها رأس وخمر ما تخشش ابدا. وان دخلت عن غير معرفة ولقيت الحكاية كده تنسحب في هدوء وتمشي لحالك، وتاني مرة ما تحضرش عند الناس دول تاني.